وإلى أخبار مجلس الأمة، ونبدأها بالمواقف النيابية، حيث أعلن النائب أسامة المناور تقديم طلب موقع من 10 نواب لإلغاء قرار مكتب المجلس بتشكيل لجنة من أعضائه للتحقيق فيما شهدته الجلسة الافتتاحية من أحداث. وأكد المناور على أحقية المجلس في تشكيل لجنة من نوابه لإجراء تحقيق في أحداث الجلسة وما شهدته من تجاوزات وألفاظ لا تليق أن تقال في بيت الأمة. في يوم 28/12 فوجئنا بمكتب المجلس يكلف نفسه بالقيام بالتحقيق، بإجراء تحقيق بأحداث الجلسة الافتتاحية مما طالها وحدث بها من تجاوزات ومن ألفاظ كانت لا تليق أن تقال في بيت الأمة. الواقع أن هذا القرار يعتبر سابقة، لم يحدث أن يكلف مكتب المجلس نفسه بالتحقيق في قضية. لذلك أتقدم الآن بطلب بإلغاء هذا التفويض. لا يجب أن يفوض مكتب المجلس نفسه للقيام بهذا التحقيق. سيتقدم بهذا الطلب مشروعا إن شاء الله بتوقيع 10 من الزملاء، لأنه من الواجب أن تشكل لجنة داخل المجلس من النواب أنفسهم للتحقيق بمثل هذه الحادثة. وسيكون إن شاء الله الطلب معتمدا على طرحه أمام أعضاء الأمة، والتصويت يكون فيه إن شاء الله بالنداء بالاسم.